صباح الخير سارة، حياكم الله. الله يحييك. يعني احنا عندنا قصتين، قصة عائشة الشبيلي ممتاز وهوسها بالتدريب وايضا التأهيل والتطوير وايضا الاعمال وتقديم هالخبرة للسيدات، وايضا عن قصة جمعية الانامل المبدعة. انا اترك لك الخيار وش ودك تبدين بهما، مع اني افضل البداية بشخصك وصولا الى الجمعية. البداية كانت بداية بسيطة، يعني أنا كنت أشتغل من بيتي، فكان أحب صنع الخشب، أحب تصنيع الأثاث، أحب كبرت الفكرة وبدأت أشتغل، بدأت سويت لي مركز بسيط، بدأت أدرب بنات المنطقة، سويت لي كم مركز تدريب إلين كبر المشروع وحصل على جوائز، ووصلنا لمؤسسة الملك عبد الله، أثثنا إسكان، يعني البرنامج يعني تطور مرة يعني. فسبحان الله بعد 12 سنة تحول إلى جمعية خيرية. أنا جدا مبسوطة أنه صار جمعية عشان يفيد المجتمع يعني، وكثير أسر كثير حرفيات استفادوا من هذا البرنامج، سواء لما كان مركز إبداع المرأة السعودية، سواء لن تحول جمعية. جميل. سيدة عائشة، خليني أرجع معاكي إلى ما قبل الـ 12 سنة اللي تحدثتي عنهم وسويتي فيهم هذه الإنجازات والجوائز والمبادرات وكل ما أنجزتي خلال الـ 12 سنة. هل تخيلتي من قبل 12 سنة لما جتك الفكرة أنه بعد 12 سنة حتوصلي إلى ما وصلتي له الآن؟ أبداً صراحة، هو الإصرار والتحدي، بس ما كنت أتوقع أني أنا ممكن يكبر الموضوع لهالدرجة. فالحمد لله، زي ما قلت لك البداية كانت جدا صعبة، ما في تقبل، يعني الآن المرأة فرصتها أقوى وأكثر في أكثر من أول. يعني كان شيء صعب أن المرأة تجي، أصلا مش 12 سنة، يمكن حوالي 15 سنة، أن البداية لما أنا لأني أنا توجهي وهوايتي كله تصنيع الأثاث. نعم. فلما كنت أجيب المعدات وشوفوا الناس الخشب والقص، لا 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 لا، حتى كان لي برنامج أذكر من 14 سنة في الام بي سي، إنه رأي الشارع قالوا لا هذا مشروع ما حينجح، المرأة لا يمكن يكون تخصصها في نجارة وخشب. الكلام ده ما أعطاني إحباط، بالعكس أنا من صغري وأنا أحب الإصرار والتحدي. يعني هذا الرأي اللي أخذ، أصريت يعني أحيانا. نعم. هذا الرأي اللي أخذ عنك في إحدى القنوات التلفزيونية، يعني كان عن عملك جدا، ولا كان عام يعني وأنت شفتيه؟ أيوة كان رأي برنامج، يعني يسألوا الناس في الشارع، رأي الشارع هل حينجح المشروع، يعني قلة بسيطة اللي قالوا ممكن ينجح، والديكور تخصص المرأة، فأكثرهم يعني كان يقول ما ينجح. أحيانا تجيك كلمات الناس تفكرها إنها إحباط، إذا أنت عندك عزيمة تعتبرها إصرار وكلمات نجاح لك. فأنا كان أي التحديات تجيني كنت أعتبرها نجاح وأتخذ بالإصرار والتحدي. فالحمد لله قبل ما يكون جمعية دربنا أكثر من 800 بنت، ولما صار جمعية، الجمعية عمرها بسيط ما كمل 3 سنوات، اللي احنا مدربين أكثر من 800 بنت برضو. فسبحان الله، هو مركز إبداع المرأة السعودية أو جمعية الأنامل المبدعة هي كلها نفس الهدف ونفس المعنى. فالحمد لله كثير استفادوا من هذا المشروع، كثير أصبحوا يشتغلوا من المنزل، كثير تحسنت أوضاعهم، كثير بنات، حتى في من ضمن الكلام بنات معلمات جاء تعيينهم ورفضوا إلا يشتغلوا في الحرف، وبعضهم يعني واصلوا التعليم وبرضو حرفيات معلمات، والفترة المسائية يمارسوا نفس الحرفة نفس المهنة اللي كانت مرفوضة. طيب سبحان الله، يعني عظيم، يعني بدايتك وحبك للمهنة وأيضا شغفك والتحول لوجود بيئة تحتضن من طبعا يشاركك نفس هذا الحب والشغف، اليوم الشعور كنت تشوفين مخرجات هذه الجمعية أيضا الأقبال عليها؟ أكيد، يعني ما أنا قادرة أوصف لك الشعور، النجاح شيء عظيم، بالذات النجاح لما يكون ما هو نجاح شخصي، نجاح للوطن، نجاح لأسر تستفيد. يعني نجاح الشخصي فرحته قوية، لكن ما حتكون أقوى من نجاحك إنك أنت قدمت شيء للوطن، إنك غيرت أوضاع أسر، إنك فدت مجتمع، إنك تشوف نجاحك يعني ينطبق على ناس غيرك، هذا هو النجاح اللي أنا أعتبره النجاح الحقيقي يعني.
عظيمة. في كمان مبادرة يعني اسمها يدا بيد من أجل الوطن قدمتيها خلال الفترة الماضية، كلمينا أكثر عن هذه المبادرة، كيف جاتك الفكرة؟ ويعني هذه مش المبادرة الأولى اللي تقدميها من خلال الجمعية. البرنامج هذا انطلق بقرار من مجلس الإدارة، ان احنا طبعا هو جائحة كورونا هذه ضمت جميع الجمعيات تخصص او غير تخصص، احنا تخصصنا حرف وما لنا دخل بالمواد الغذائية او توزيع السلل، ولكن عشان جائحة كورونا كل الجمعيات تكاتفت واشتغلت، اشتغلنا في توزيع المواد الغذائية ما شاء الله، اشتغلنا في تصنيع الأثاث، أثثنا بيوت متهالكة، يعني زرنا أماكن نائية ما حد يجيها، صنعنا لهم أثاث، مجالس عربي، ستائر، كنبات، فسبحان الله يعني جائحة كورونا صح إنها أثرت على ناس، لكن الحمد لله إحنا في الوطن تأثرنا ما هو كثير، لأن إحنا يد واحدة وحبنا الوطن خلانا نتحدى يعني هذه الجائحة بلا شك. أستاذ عائشة يعني على عجالة ما عاد معنا وقت، بس أبغاك توجهين رسالة سريعة إلى كل طبعا مهتمة بمجال المهن، إيش ممكن تسوي، إيش الجهات أيضا اللي تتبناها وتدعمها حتى تستقل بهذه المهنة أو تستثمرها كفرصة عمل؟ تفضلي على عجالة. أنا أوجه كلمة لجميع الحرفيات إنهم يعني لا يتخاذلوا من أي مشروع بسبب المادة، أنت ممكن تبدي من شيء بسيط وتكوني إنك نافع نفسك، يعني أنا أتمنى من كل حرفية إنها تنفع نفسها وتبعد عن المعوقات اللي هي تقول ممكن أنا ما عندي مادة، لا بالعكس، أنت من شيء بسيط ممكن تشتغلي من المنزل، وممكن تكوني اليوم أنت شيء بسيط بكرة تطلعي شيء كبير في الوطن. زي صنع الكمامات مثلا، إحنا بدينا سوينا أكثر 100,000 كمامة، اشتغلوا فيها 200,000 حرفية، فالكل استفاد يعني. فالحمد لله إن شاء الله أن الحرفيات السنة هذه السنة الجاية يكونوا أحسن وأحسن في المجال. كم حرفية اللي اشتغلوا على الكمامات؟ 2000؟ 200 فتاة. ايه. ما شاء الله اشتغلنا 100,000 في خلال 25 يوم يعني. يلا يعطيكم العافية وشكرا لك على جهودك وأيضا جهود كل داعم للحرفيات السعوديات، الأستاذة عائشة الشبيلي رئيسة جمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن وأيضا رئيسة لجنة سيدات الأعمال بغرفة جازان. موفقة.